آخر أعمال المخرج محمد مفتكر إنه جوق العمين، مشاهد حياتية تعود إلى ستينيات القرن الماضي، تحمل بين طياتها مفارقات تناقضات وواقعا اجتماعيا يتفاوت بين التمسك بالمبادئ والقيم الإنسانية وبين ما تفرضه الظروف وما تقتضيه المصالح. قائد فرقة شعبية موسيقية يعيش رفقة زوجته في منزل عائلة هذه الأخيرة، وهنا يتصاعد صخب مصدره ألوان وإيقاعات الفرقة الموسيقية والراقصات الشعبيات. جوق العمين، يقول النقاد أنه إضافة للسينما المغربية، ما رأيك؟ أنا أعتقد أن أي فيلم مغربي هو إضافة بشكل من الأشكال. يعني الآن يعني يجب تحديد هذه الإضافة، هل هي إضافة نوعية، هل هي إضافة كمية إلى آخره. فلحد الآن الفيلم لازال يعني حديث الخروج، يعني عرضين اللي عاش الفيلم في مهرجان مراكش وفي مهرجان طنجة، وكتبقى المهرجان الوطني عنده مكانة خاصة عندي أنا بصراحة. يعني كان التخوف ديالي في مهرجان طنجة أكبر من التخوف في مهرجانات، رغم أن المسؤوليتين مختلفتين. فيعني الآن ربما من بعد الندوة الصحفية إلى آخره، فكان تفاعل، كان إعجاب بالفيلم، كانت انتقادات، كانت آراء مختلفة. فالآن الفيلم غادي يأخذ المسار دياله، ومن بعد غادي نشوفه يعني إلى أي حد سيكون في عند حسن ظن المتلقي. خدمة جديدة اللي رجعت لزينو، حسيت في الدنيا تبدلات وباللي أنا بوحدي اللي بقيت حياة. تحية للميديان تي في، وتحية للجمهور اللي تفرج في هذا الفيلم، والممثلين ساندوني والأب والأم. العمل الذي كان قد شارك في المسابقة الرسمية لمهرجان مراكش السينمائي أثار فضول النقاد ومتتبعي إنتاجات الفن السابع من خلال طريقة تجسيد السيناريو وكيفية ترجمة قصة شبه واقعية بمهنية وحرفية أبطال العمل الذين اشتغلوا لشهور طويلة وبنفس طويل، كل على دوره يغني، بل كل على دوره يبدع. هذه أول تجربة معي مع السي مفتكر اللي كان نعرفه بالأفلام ديال القديمة، وكانت تجربة شوية صعبة لأنه كانت عندي من غير الصعوبة ديال السيناريو كانت عندي صعوبة ديال المخرج من جهة والابن من جهة أخرى اللي كاتب لي القصة. دونك كان خاصني نرضيهم بجوج، لا المخرج ولا الابن بيدرا. دونك كان تعاملنا كثير، يعني مدة عام ولا عام ونص وحنا كنتعاملوا، كنتراسلوا لي سيناريو وخدمنا كثير. سي يونس، يعني عندما تتلقى السيناريو تشوف السيناريو ربما سيناريو قوي، ربما هذا يساعدك كذلك في تفجير بعض الطاقات اللي في داخلك. وفعلا لأنه هو اللي كيعطيك واش غادي بعدا، اولا واش كتشوف راسك في ديك الشخصيه ولا ما كتشوفش راسك. انا اللي ترني في هذه القصه هو بعدا اولا قضيه الزمان، الستينات السبعينات لانه عشتها، وثانيا حتى انا فقدت الوالد ديالي وانا صغير عندي 13 سنه. دونك عشت تقريبا نفس الاحساس. دونك هذا هو اللي زاد خلاني نبغي ندير هذا الدور، ودرته بحب يعني بصراحه. نتمنى هذا الفيلم جوق العمين يعني يعجب الناس، لانه انا بالنسبه لي اي عمل خاصو يزيد شي حاجه في حياتي الفنيه، وهادشي اللي نقول. وشكرا. وانت دائما الفنان المجتهد الذي يحترم جمهوره الفنان يونس ميغري، نتمنى لك كل التوفيق والتألق الدائمين إن شاء الله مستقبلا. الله يبارك فيك. شكرا. مشاهدينا، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الرسالة اليومية الخاصة بالمهرجان الوطني للفيلم. غدا إن شاء الله مواضيع أخرى وفنان آخر. إلى ذلك الحين دمتم بخير وإلى